طبعا يعني خير ما نتحدث عن النادي الاهلي الكباتن بتوع كابتن سيد، واحد من الناس اللي يعني لعيب كوره ونجم كبير جدا واعلامي كبير جدا، ويعرف يتحدث، والاهلي بيبان من الصور بتاعته. الاهلي تاريخيا باسمه الكبير وامكانياته الكبيره جدا بيبان من الصور بتاعته. ولكن انا استوقفني في كابتن سيد وكابتن شناوي وكهربا ومروان كلمتين. الكلمه الاولى ان احنا فريق واحد او تيم واحد، وده امر ممتاز، ده دليل على نجاح النادي الاهلي المتواصل اللي هو عامل 146 بطوله. الجزئيه الثانيه، مباراه وانتهت، عقليه فريق كبير، نتمنى لهم التوفيق. وفعلا لازم جمهور النادي الاهلي يفرح بالاهلي ويفرح بلعيبه الاهلي ويفرح بتيم الاهلي، لانه فعلا خير من يمثل مصر في كره القدم على المستوى الافريقي هو النادي الاهلي للامانه الشديده. ما في شك، ما يمنعش برضه ان هو على عشاء يعني. ليه عشاء؟ خليك عشاء، ما تغيرش العاده. صح كابتن اشرف؟ يعني كلمتين دول مش كفايه. لكن مع كولر مرحله مختلفه، مدرسه فنيه مختلفه، ثقافه حتى مختلفه على صعيد الجنسيه وعلى صعيد الثقافه. الراجل قال لهم كلمه امبارح عجبتني جدا الصراحه، يعني رغم ان هو من بيئه اوروبيه، لكن قال لهم جمله معناها، قال لهم انا جعان بطولات. فاللي هيجي يفتكر ان انا استكفينا بالكاس وان بطوله السوبر دي بطوله شرفيه، انا بالنسبه لي لا، انا لسه جعان بطولات، فعايز اخد معاكم مع النادي ده بطولات كتير. وهو ده اللي بينجح الفرقه، يعني لما يكون الهيد بتاع الفريق ده الاحساس اللي عنده، ولما يوصله للعيبته هو ده اللي بينعكس في جوه الملعب. وبعدين الالفه اللي موجوده ما بين اللعيبه وبعضها، ومفيش تفرقه في مين اللي يلعب ومين اللي ما يلعبش، وطريقه التعامل والاسلوب والالتزام، وان انت توصل للهدف بتاعك بطريقه غير مباشره. يعني ممكن تكون انت قاعد في قاعده عايز توصل حاجه، فبتكلم فلان عشان فلان اللي جنبك ده هو اللي عايز توصل له رساله. فالحاجات دي كلها اعتقد يعني النادي الاهلي بيعملها على طول، والنجاح ما بيجيش من فراغ. المجموعه كلها تفكيرها واحد وسعيها واحد، اللي هو البطوله، وده اهم حاجه. والكلمه اللي انت بتقولها ان كولر لما يقول لا دي مش بطوله شرفيه، انا عاوز اكسب بالبطوله، دي حاجه، دي فرقه الكوره الكبيره طبعا اللي عايزه تكسب بطوله ايا كانت، حتى لو مباراه وديه وعايز يكسبها. صح. فده اللي بيوصل للعيبه. وعشان كده لما اللعيبه بتنزل النهارده والملعب كله بالجماهير الكبيره اللي كانت موجوده والمسانده اللي هي العاديه بالنسبه لجمهور نادي الاهلي، ان هو دايما بيساند زيه زي جمهور نادي الزمالك، زي الجماهير الفرق الكبيره، لكن بيبقى دايما لعيبه النادي الاهلي متعوده بالمسانده اللي موجوده جوه الملعب. وده عشان كده انت وصلت لمرحله ان انت عارف ان انت هتكسب في اي وقت. النادي الجماهير اللي موجوده دي عمرك ما هتمشيها وهي زعلانه، وده الكلام اللي قاله الشناوي والكهرباء. وانا طبعا بحييكم النهارده، الف الف مبروك على المباراه. لعبتوا قدام خصم قوي جدا واديتوا مباراه قويه جدا، برغم ان انتوا في ضغط مباريات وانتوا تحت ضغوطات كبيره جدا لتحقيق اهداف وتحقيق الفوز في كل مباراه بتلعبوها. طيب انا باكد على كلامك، لكن كمان ممكن يبقى في مفهوم بقوله ومقتنع بيه تماما ومؤمن بيه قوي جدا 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 من هنا لاخر الزمان. يعني اقول دايما ان الاجواء كويسه، اللعيبه الكتير اللي موجوده في التيم دي مش مشكله طالما انت قادر تسيطر عليها، وهو داخل بمفهوم ان هو نجم هتعامل معاك احلى معامله ممكن تشوفها في حياتك، لكن انت ثقافتك ما تجيش ابدا او في تفكيرك عقليتك ان انت اكبر من الفرقه. فانت قبل ما تخش عندي او تخش على المدير الفني، يعني اوضه المدير الفني، انت داخل وعارف كويس قوي ان انت لعيب في النادي الاهلي، لكن انا هديك القيمه دي وهديك المكانه ديت، يعني لكن مفيش حد اكبر من النادي ولا حد فوق النادي، كل واحد عارف حدوده. يعني الاجواء بقى، يعني اللي انت بتدي الواحد زياده عشان بيكسبك ولا بتخصم من واحد لو مش موفق. صحيح. تمام، لكن المجموعه كلها مؤمن تماما ان التوفيق له اسبابه. الاسباب التوفيق ممكن تبقى تفصيله صغيره، تفصيله في التعامل، تفصيله في الاجراء، تفصيله في العقوبه. يعني مش واحد انت هيلعب معايا الماتش الجاي فعمل غلطه فهطنشها واعمل نفسي مش واخد بالي عشان هحتاجه الماتش اللي جاي، لا بالعكس، ده انت لو اصريت عليها عشان انت عملتها مع واحد تاني فاعتقد